أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله وإياكم من الضلالات، وأعاذنا الله وإياكم من النار، وأدخلنا الله وإياكم إلى رحمته وإلى الجنات بإذنه. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة في الله، نحن في أيام الحج، نحن في خير الأيام التي قال الله عز وجل وقسم فيها بالقرآن، في القرآن العظيم قال جل وعلا: والفجر، والفجر وليال عشر. ليس هنالك أعظم في هذه الدنيا من هذه الأيام لمن استغلها ذاكرا لله سبحانه، تائبا إلى الله عز وجل، ذاكرا له، يكثر من فعل الخيرات. هذه الأيام أيام عظيمة، وهي أيام الحج التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. فيها الذي هو يوم غد، يوم عرفة، يوم عرفة التي يكفر كما جاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من صام يوم عرفة
إيمانا واحتسابا لله عز وجل غفر الله له أجر سنتين، عام مضى وعام قادم بإذنه، والله يضاعف لمن يشاء. لكن في هذه الأيام المباركة أيام الحج الكثير منا تمنى أنه لو يكون في تلك البقاع المباركة، كلنا نتمناه باش نكون حجاج بيت الله، لكن لو كان كلنا نروح ويعني الأمور التنظيمية يعني تفوق الخيال، ملايين المسلمين يودون أن يؤدوا هذه الفريضة، والكثير منا يتمنى، لكن ربما لكثير من الأمور حالت دون ذلك، ما نجمش تروح إلى بيت الله عز وجل. نعرف ناس في هذه الأيام يبكون بدل الدمع دما، لأنه يقول لك يعني حاب الروح البيغريناج، الروح الحج، نكون حاج بيت الله. ربما ما عندوش المال، ربما الصحة تاعو الجسد تاعو ضعف، لذلك هؤلاء الناس الله عز وجل ساوى بين الناس فعل الخيرات. هذه الجنة إذا كان الحاج يرجع كما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه، يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبه، ذنب مغفور وسعي مشكور. بعض الناس يسأل هل هنالك أمور تعادل الأجر تاع الحج؟ الله عز وجل لم يبخل علينا بهذه الجنة، ربي ما بخلش علينا هذه الجنة. هذه الجنة ما جعلهاش فقط للأغنياء، أو ما جعلهاش فقط للحجاج، أو ما جعلهاش فقط للذين يبنون مستشفيات أو يبنون مساجد، لا، هذه الجنة تنالها بأصغر الأعمال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيء، لا تحقرن من المعروف شيء، نسوسيستيمي أوكان بون أكسيون، ما تحقرش الأمور الصغيرة. ولذلك لما نقرأ الدين الحقيقي ونقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا وسلموا على رسول الله، لما نقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أفعال صغيرة جدا تدخلك الجنة من واسع الأبواب. شيء مثلا من الأمور البسيطة التي العظيمة والبسيطة نفعلها كل يوم، كل يوم نتوضأ لصلواتنا 5 مرات. كاين لما يجي يتوضأ عنده لادابيتيد، هو يتوضأ ربما يهدر، ربما يعني سيرفو نتاعو في حاجة أخرى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لقي يوما بلال، قال له يا بلال، يا بلال أخبرني بأرجى عمل، فإني وسمعت نقر نعليك في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة يمشي وسيدنا بلال من وراه، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. قالوا يا بلال، ما وجه لأجل أنه صحابي أو لأنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هنالك عمل عظيم كان يفعله بلال. قال له أخبرني بأرجى عمل، العمل المليح اللي راك تديره يا بلال. قال له يا رسول الله عليك الصلاة والسلام، ما توضأت وضوءا
نتوضا وضوء مليح، وضوء العباده ماهوش وضوء لا دابيجيد، لا وضوء اتقن فيه الوضوء فقط. واقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واصلي لله ركعتي الوضوء. قال له يا بلال فبهذا العمل دخلت وتقربت ودخلت الجنه. وسمعت نقرا لعليك. لذلك قال عليه الصلاه والسلام من توضا فاحسن الوضوء وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، دخل من ابواب الجنه الثمانيه ايهما شاء. ماشي باب يتفتح لك، باب الصيام يفتح لك، باب الصلاه يفتح لك، باب البر والدين يفتح لك. ثمان ابواب الجنه لها ثمانيه ابواب تدخل فيهما، تدخل من اي شيء او عمل صغير في ايام الحج. هذه راك تتمنى اجر الحاج، اجر الحاج هو يرجع كيوم ولدته امه. يعني نعاودو نقولو certains personnes peuvent penser que seuls les nombreux et grandes actions de bienveillance mènent au paradis. Mais c'est une conception erronée dans la religion. Il y a petites actions tudkhiluka ila al-jannah min baynaha an yakuna laka كما قال جاء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة بغي الفجر مع في المسجد على موسكي avec l'imam après الفجر tu restes à la mosquée تذكر الله سبحانه وتعالى après tu pries زوج ركعات فإنك بذلك فكانت له كما قال عليه الصلاة والسلام كانت له كأجر حجة وعمرة كاملة. Regarde ça. Juste, t'as pris la prière de Fajr à la mosquée avec et تجلس ركعتين كانت لك كأجر حجة كاملة. أيها الأحبة، هذه الجنة تحتاج فقط إلى القلوب، un cœur pur، قلوب سليمة، تحتاج إلى قلوب سليمة. فقال الله عز وجل إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم. والله تعمل ما تعمل من أعمال، تصوم تصلي تؤذي جيرانك. جاءوا ناس إلى رسول الله قالوا فلانة جارة تصوم تمد لاموني درهم صدقة تقوم الليل، لكن يا رسول الله هذه المرأة تؤذي جيرانها توجور لبطاء مع لي فوازان تتاكي لي فوازان. هذه المرأة قال عليه الصلاة والسلام هي في النار، لا تشفع لها صدقة ولا. انظر إلى حالنا اليوم، ربما وخاصة كوننا مسلمين، فأنت راك لومباسادور تاع الإسلام بلا كومبورتمون تاعك، ماشي غير فيزاجمون ولا نو تكذب محمد ولا عبد القادر ولا لا، أنت مسلم هنا ليس باسمك ولا بلونك ولا كدوغيجين، أنت هنا بوزات ميزينمو إيسي افيك لي كومبورتمون لي فالور لي بون فالور اللي راك حاكملهم في قلبك. ولذلك هذا هو الإسلام الحقيقي، إسلام الذي يريد من الناس الخير. فلذلك أعمال صغيرة تدخل صاحبها إلى الجنة. ولا أدل من ذلك أن رجل
كان يمشي في الطريق انهم يمشي في الطريق الى بي ان بريير سور لا روت. فقال والله ربما هذه الحجرة تؤذي الناس تؤذي الناس. فقال نرمي هذه الحجرة ننزحها ونوخرها ديبلاسيها من بلاصتها حتى لا تؤذي الفواتير الناس إلى غير ذلك. فشكر الله عز وجل عمله ربي يباردوني ديبريش تاعو وأدخله الجنة. هاي الجنة ما ليش فقط حج، الجنة ليست فقط يعني بأعمال كبيرة. ولذلك كاين قصة، ناس فقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا وسلموا على الحبيب، فقالوا يا رسول الله هذا الناس الأغنياء ذهبوا بالأجور، يصومون كما نصوم، نصلي كما نصلي، ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم، غالبين بالصدقة بالمال. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم دخلتم الجنة مباشرة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تقولون دبر كل صلاة، بعد كل صلاة تسبح الله عز وجل 33 مرة، وتحمد الله عز وجل 30 مرة، وتكبر الله عز وجل 33 مرة. قال فبها تدخل الجنة. الجنة ما هيش بالأعمال لجران، نعم، الجنة بقلب سليم، بإيمان، بإيمان قلب سليم، كور بير، أن غران فوا الله سبحانه وتعالى، إيمان صادق بالله عز وجل. والله لو تعمل حاجة صغيرة فقط فستدخل الجنة. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اشتول هذا الإسلام، ما هذا الإسلام؟ بزاف ناس، كثير من الناس يسألون بوزي كيسكو سي الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام يا سكبي. فهذا ما سنكمله إن شاء الله ربما في الجمعة القادمة. فنسأل الله تعالى أن يهدينا، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم شافي مرضانا، إخوة بزاف رمي سألكم بالشفاء للمرضى. اللهم رب الباس أذهب الباس، شافي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كل من أوصانا بالدعاء لمرضى ولموتاه وأن يرجع غائبه كذلك اللهم يا رب العالمين اقضي حوائج الناس. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يا الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الأمين نشهد أنه قد أدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سرى بدربه واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد عباد الله إماء الله شرعنا في جمعة ماضية في الكلام عن بعض ما ورد في الخطبة التاريخية لرسولنا عليه الصلاة والسلام فذكرنا منها حرمة الدماء والأموال والأعراض وأن الرفعة والكرامة تكون بالتقوى وليس بالأموال والقوة والاعتداء وما إلى ذلك ثم ذكرنا قدر المرأة وعلو منزلتها من خلال توجيهاته وتوصياته عليه الصلاة والسلام مخاطبين في خطبتنا لواقع غزة المرير واليوم بحول الله تعالى سنستأنف حديثنا فيما ورد في هذه الخطبة المحمدية المباركة الطيبة العطرة على رسولنا أزكى الصلوات والتسليم. Serviteur d'Allah, lundi vendredi dernier, nous avons abordé certains points de prêche historique de messager de l'islam sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons insisté sur la sacralité du sang, du bien et de l'honneur, en soulignant que la noblesse et la dignité résident dans la piété et non pas uniquement dans les richesses et la force. Nous avons ensuite mis en lumière la valeur de la femme et l'élévation de sa position à travers ses directives et ses recommandations, paix et salutations d'Allah soit sur lui, en abordant dans notre prêche la mère réalité de Gaza. Aujourd'hui, avec la volonté d'Allah, avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant, nous reprendrons notre discussion sur ce qui a été rapporté dans ce discours béni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibad Allah, Ima Allah, في خطبة حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أوصى عليه الصلاة والسلام أمته بالاعتصام بكتاب الله بالاعتصام بالقرآن لأنه الهادي إلى الصراط المستقيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال عليه الصلاة والسلام وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وهو القرآن الكريم يا أهل القرآن بغزة يا حفاظ كتاب الله في السطور والصدور بفلسطين يا من ودعتم سطور مصاحفكم وألواحكم تحت الأنقاض وحفظتموها في صدور صغاركم وكباركم فوق هذه الأنقاض عجيب أمركم ورب الكعبة تواصلون تعلم القرآن وتعليمه بين الأنقاض والجثث وتحت القذائف وفوق الركام والدمار لربما حقا أنتم السباقون إلى التمسك بكتاب الله تعالى على الرغم من أن البحر من أمامكم والمعتدي من ورائكم وفوقكم والجوع والعطش يعتريكم والتهجير يمارس عليكم ولكنكم تمسكتم بكتاب ربكم متوكلين عليه غير مدبرين ولا هاجرين له كيف لا وأنتم تزفون في سماء الشهادة كل حين وآن وسمعتم العالم بملء أفواهكم قائلين أثناء المصيبة وقبلها وبعدها تقولون الحمد لله الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله وعندما تسمع طفلا في الثامنة من عمره أو أقل يرتل القرآن الكريم بالأحكام وبصوت رائع سجي ويتغنى به وهو فوق الأنقاض والخراب والدمار فاقدا لوالديه فاقدا لأسرته فاعلم حينها أنك أمام بطل من أبطال شعب غزة فلسطين الأبي فنسأل الله جل وعلا أن يرفع عنهم البلاء. Serviteur d'Allah,
Lors du prêche de pèlerinage d'adieu, le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a exhorté sa communauté à s'accrocher au livre d'Allah, car il guide vers le droit chemin. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, « Et certes, j'ai laissé parmi vous ce par lequel vous ne vous égarez pas, si vous y adhérez le livre d'Allah, le Coran. » Habitant de Gaza, fidèle du Coran, vous qui avez vu les pages de vos Corans être ensevelies sous les décombres, mais qui avez su les préserver dans les cœurs de vos jeunes, de vos enfants et de vos personnes âgées. Oui, habitant de la dignité, de l'Izza, يا شعب الوداع والإباء ما تركتم من حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم وصية أوصاها فيها إلا واحتللتم الصدارة فيها عقيدة وعملا نساء ورجالا وأطفالا وشيوخا عذرا يا شعب الوداع ما ذكرناكم بشيء ولا كلمناكم بوصية ولا بحجة وداع ولا بحجة وداع فحجة الوداع تنبعث من مواقفكم وحياتكم وثباتكم نعم تنتظرون منا دعاء وتأييدا لقضيتكم وليس دروسا وتذكرة نعم والله تعالى يقول وذكر إن نفعت الذكرى فالذكرى والعبرة والدروس نأخذها منكم ومن صغاركم نعم دروس الحرية دروس الكرامة دروس الصبر والثبات دروس ودروس يا مدرسة كشفت الحقائق يا مدرسة كشفت الحقائق وأخرجت الفضائع ووزنت من وزنها بما وزنها به يا مدرسة الوداع بفلسطين En vous gens de la Dieu, en vous gens du Coran, continuez d'apprendre et d'enseigner le Coran au milieu des décombres et des destructions, sous les bombardements et par-dessus des ruines. Vous nous avez appris comment le lire, le méditer et l'appliquer. Vous qui avez été les pionniers malgré la mer devant vous, l'agresseur derrière vous, la faim et la soif qui vous accablent, et sans parler de l'exode forcé qui vous endurait. Vous restez attachés au livre d'Allah, de votre Seigneur. Vous restez attachés au livre d'Allah, au livre de votre Seigneur, ne transmettant la confiance et la foi en Allah le Tout-Puissant. Comment pourrait-il en être autrement alors que vous avancez vers la gloire du martyr à chaque instant, en proclamant avec force « Alhamdulillah, louange à Allah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ». Frères et sœurs, musulmans ou musulmanes, quand vous écoutiez un enfant de 8 ans réciter avec précision le Coran au-dessus des ruines et des décombres, malgré la perte de ses parents et de sa famille, sachez que vous êtes face à un enfant héros du peuple de Gaza en Palestine. Au peuple de la Dieu et de la dignité, les enseignements sur la liberté, la dignité, la patience et la persévérance ne les puissent chez vous et vos enfants. Oui, ne les puissent chez vous et vos enfants. Ya Sha'b al-Wada'i bi Gaza. تترقبون أجلكم مع أولادكم وصغاركم في بيوتكم وساحاتكم وفي قطاعكم كله نجد في خطبة وداع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك وشعر وأحس بدنو أجله كما تحسون أنتم كل يوم بدنو أجالكم ونهاية أعماركم فنبينا صلى الله عليه وسلم عندما استشعر بأنها آخر خطبة له يبرئ ذمته ومسؤوليته أمام الله جل وعلا وعباده بتكرار قوله اللهم هل بلغت
اللهم فاشهد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد على أنه عليه الصلاة والسلام بلغ رسالته على أكمل وجه وأدى الأمانة من غير نقصان. وأنتم يا شعب غزة وأنتم يا أبرياء غزة يا شعب الوداع والإشهاد والشهادة نشهد الله تعالى أنكم بلغتم قضيتكم نشهد أنكم قد بلغتم قضية الإنسانية والحرية والمصير للعالم أجمع. اللهم هل بلغ مسجد باريس الكبير؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغ مسجد باريس الكبير؟ اللهم فاشهد. Au peuple de la Dieu à Gaza, vous attendiez la mort avec vos enfants dans vos maisons et sur vos cours. Le prêche d'Adieu nous montre comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, conscient de sa mort, s'est efforcé de se libérer de toute responsabilité devant Allah exalté soit-il, en répétant « Oh Allah, ai-je bien transmis ?» Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, ai-je dois bien transmis. Oh Allah, sois témoin. Affirmant ainsi qu'il avait pleinement accompli sa mission et transmis le message. Vous aussi, ô peuple de la Dieu à Gaza, de témoignages et de martyrs, nous attestons devant Allah le Tout-Puissant que vous avez transmis votre cause. Nous témoignons que vous avez communiqué au monde entier les valeurs de l'humanité, de la liberté et de la dignité, etc. نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنكم البلاء وأن يوفقنا إلى ما فيه سعادتنا لآجلنا وعاجلنا يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، عباد الله، إماء الله، ونحن نعيش الآن أياما مباركة، أيام العشر من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال إن أفضل أيام الدنيا العشر، يقصد العشر الأوائل من ذي الحجة، بل وحث على العمل الصالح فيها، فقال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وها نحن في اليوم الثامن منها، يوم التروية، يوم المباهاة. اليوم توجه فيه حجاجنا للمبيت بمنى وهم محرمون بالحج هاتفين بالتلبية قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ليصلوا فيها الصلوات الخمس، ليصلوا بمنى الصلوات الخمس من الظهر إلى فجر اليوم التاسع من الغد من يوم عرفة بعيدا عن زحام مكة، ليستعدوا لأداء ركن الحج الأعظم وهو وقوفهم بعرفة غدا السبت بحول الله تعالى. سيرفيتور دالله، nous vivons actuellement des jours bénis. Les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijja, que le prophète paix et salut d'Allah soit sur lui a témoigné comme étant les meilleurs jours du monde. Elle a dit les meilleurs jours du monde sont ces 10 jours. Elle nous a même encouragé à accomplir des bonnes œuvres en ces jours-là. Elle a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces 10 jours. Nous sommes aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, huitième jour, le jour de Tarwiya, le jour où nos pèlerins se dirigent vers Minan pour y passer la nuit en étant de sacralisation à l'Ihram, proclamant la Talbiya, Labbayk Allahumma Labbayk, Labbayk la sharika laka Labbayk, Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Pour accomplir
pourrait accomplir les cinq prières de Dhuhr jusqu'à la prière du Fajr du neuvième jour, le jour de Arafat, se préparant ainsi à accomplir le pilier le plus important du Hajj, à savoir la station à Arafat, demain samedi, inshallah ta'ala. Yawm Arafat gadan, فرصة لصيامه لغير الحاج فرصة لنا لصيامه وهي فرصة من فرص السنة لتكفير الذنوب ومغفرة الخطايا حيث يكفر صيامه ذنوب سنتين سنة من قبل وسنة من بعد كما قال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ويجوز صيام يوم السبت إذا تزامن مع أي فرصة من فرص الصيام كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وغيرها لأن الصائم المتطوع حينما صام نافلة ولم يفرد السبت بالصيام وليس من عادته أن يفرده بالصيام لذلك يجوز شرعا ولا حرج في أن يفرد المرء غدا السبت في صيام عاشوراء في صيام عرفة لأنه صام عرفة ولم يصم سبته بتلك النية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام على قول جماهير المحققين من أهل العلم فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا. Frères et sœurs, le jour de Arafa demain est une occasion de jeûne pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage. C'est une opportunité parmi les opportunités de l'année pour expier les péchés, car le jeûne de ce jour expie les péchés de deux années, une année précédente et une année suivante. Car notre prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Le jeûne du jour de Arafat, j'espère en Allah qu'il expiera les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. » Frères et sœurs, elle est permis de jeûner le jour du samedi s'il coïncide avec une des occasions de jeûne comme Arafah, Ashura, les jours blancs, etc. Car le jeûneur volontaire, dans ce cas, jeûne une circonvolution et n'isole pas le samedi par le jeûne et ce n'est pas dans son habitude de le faire. Ikhwat al-Iman, intilaqan من تعاليم حجة حجة الوداع أو حجة الوداع ومظاهر الوحدة في الحج عامة وبعرفة خاصة نخلص إلى أن رسول الإسلام إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام تمكن من تحقيق هدف جمع كل الأجناس نعم نبينا عليه الصلاة والسلام نجح في جمع كل الأجناس على اختلاف ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم وهذا دليل على أن الإسلام كان متعايشا مع الآخر ولا يزال كذلك وإلا فكيف آمن هؤلاء الناس وليسوا بعرب كيف آمنوا كيف اعتنقوا الإسلام نعم تعايش نتج عنه اعتناق للإسلام وللحرية وللأخوة فلهذا ولغيره فإننا ندعو إخواننا وأخواتنا دعوة دينية إسلامية بحتة من هذا المنبر منبر مسجد باريس الكبير إلى المساهمة الفعالة في نشر قيم التعايش ونبذ العنصرية والكراهية خاصة التي تبينت وانبثقت في هذه الآونة الأخيرة خاصة هنا بفرنسا وهذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في ممارسة التعايش نبينا عليه الصلاة والسلام بذل شتى جهوده في هذا فعلينا أن نبذل شتى الجهود في تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف أضياف المجتمع إذ أضحى اليوم أنه من واجبنا كمسلمين أن يكون لنا محل من الإعراب في فرنسا أن نشارك في بناء المجتمع المنشود الذي يحتوينا ولا ينبذنا نعم
أن نساهم في تكوين مجتمع يؤاخينا ولا يعادينا، أن نساهم في تكوين مجتمع يضمن لنا حريتنا ولا يضطهدنا، أن نشارك في تكوين وتأسيس مجتمع يؤمن مستقبل أجيالنا ولا يخذلنا، أن نشارك في إنشاء مجتمع نعيش فيه بكرامة وأمن وسلام. يجب علينا أن نكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة، من المشكلة القائمة ضمن مكونات المنظومة الوطنية. يجب أن نمارس واجبنا المدني وحقوقنا السياسية بعيدا عن التخوف وبعيدا عن الغلو وبعيدا وما إلى ذلك، خاصة في فهم وتفسير بعض المواضع الفقهية الدينية. هكذا فليكن لنا محل من الإعراب، هكذا فليكن لنا محل في هذا المجتمع، هكذا فلنكن كمسلمين أو ألا نكون. فالحكمة ضالة المؤمن هو أولى بها أن وجدها، والمؤمن كيس فطن ولا يلدغ من جحر مرتين، فافقه وعوا أيها الأفاضل والفضليات. Chers frères et sœurs, en nous inspirant des enseignements du prêche de la Dieu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des manifestations de l'unité lors du Hajj en général et à Arafat en particulier, nous concluons que le prophète de l'islam, paix et salut soit sur lui, a réussi à atteindre l'objectif de rassembler toutes les races, quelle que soit leur couleur, leur langue et leur nationalité. Cela prouve que l'islam a toujours coexisté avec l'autre et continue de le faire. Sinon, comment ces personnes auraient-ils pu croire? Oui, cette cohabitation a conduit à l'adhésion à l'islam, à la liberté, à la fraternité. Pour cette raison et bien d'autres, nous adressons à nos frères et sœurs un appel religieux islamique pur depuis notre minbar de la Grande Mosquée de Paris, pour une contribution active à la diffusion des valeurs de la coexistence et du rejet de racisme et de la haine, comme l'a fait notre prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Nous devons déployer tous les efforts possibles pour renforcer le dialogue et la cohabitation entre les différentes composantes de la société. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, il est de notre devoir en tant que musulmans de France de participer à la construction de la société souhaitée. Une société qui nous inclut et ne nous rejette pas. Une société qui nous fraternise et ne nous oppose pas. Une société qui garantit notre liberté et ne nous opprime pas. Une société qui assure l'avenir de nos générations et ne les abandonne pas. Une société
وأدخلهم إلى ذويهم سالمين غانمين مطهرين من الذنوب والخطايا كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمن سبقونا بالإيمان، واعتق رقابنا ورقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يا رحمة الله، هذه بين الملائكة والأحجام. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. Oh.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها